البرازيل احنا المرشدة النرمين محمد فرحات من تزمانة الشرقية. أنا هتكلم عن المرشدات، هي بتعلمنا الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، وبتعلمنا ان احنا نفكر ونستفيد من كل الأشياء اللي حوالينا بالرغم ان هي بسيطة جدا، فاحنا بنستفيد منها وبنقدر ان احنا نعمل حاجات من غير ما بالاستوعاب وكده يعني، وان احنا نشغل العقل لأنه فعلا لازم يشتغل في الحاجات دي. اللي انا حبيته ان هي بتدينا الثقه بالنفس وتقبل الاخر، وبتدينا حاجات كتيره نحبها، يعني زي يعني ما نتقبل راي الاخر، يعني ما نعملش على حد، فريق تعاون، بنحب بنعمل كل حاجه بتعاون. حد عايز اي حاجه يقول حاجه للمرشدات عن المرشدات؟ اي حاجه عن المرشدات حد عايز يقولها؟ المرشدات دي جزء من حياه اي حد في زمان الشرقيه، وهي لها فايده كبيره جدا، مش بس فوائد ماديه لا كمان فوائد معنويه، فهي بتعلمنا الجراه والاعتماد على النفس، وكمان في المسابقات الثقافيه بناخد معلومات جديده وكده يعني. هو طبعا طلبنا الطلب بتاعنا احنا في الحركة بتاع المرشدات حركة تطوعية، خلاص مش هدف ليها، مش مفيش هدف ليها إطلاقا الربح ولا الفلوس ولا الأموال ولا الكلام ده كله، بس احنا بنتكلم توافر الإمكانيات اللي موجودة الاعتمادات. احنا عندنا دلوقتي بنخرج يعتبر تنمية بشرية أو موارد بشرية موجودة للمجتمع، المفترض أوفر ليه الإيه؟ أوفر ليه الموارد اللي بتأهله على كده، الخيم والأدوات والكلام ده كله. فطبعا بنتمنى من السادة المسؤولين اللي موجودين ونتمنى انهم يكونوا شايفيننا دلوقتي، يقولوا لنا يعني يوفروا لنا الدعم بقدر المستطاع من موارد خيمه، العصي اللي موجوده، دعم للزي، لان دي ابسط حاجه للمرشدات ان يكون. احنا عندنا المجموعه بتاعتنا في مركز شباب تزمنت من يعتبر من المجموعات اللي موجودين على الصوابع على مستوى مصر كلها، فهي بتتعدى يعتبر مجموعه رقم 5 أو 6 على مستوى مصر، العدد فيها قرابه ال 300 واحد دلوقتي المنضمين للحركه عندنا. القريه بتاعتنا فيها ما يقرب من حوالي 17 قائد كشفي، وهي يعتبر لما عملنا احصائيه على النت ولقينا ان هي القريه رقم 1 في افريقيا، القريه رقم 1 في افريقيا فيها قاده كشفي من جميع الجمعيات، سواء قادات مرشدات، سواء قاده كاشفين، جمعيه الفتيان، جمعيه الكشافه البحريه، جمعيه الكشافه الجويه، وجمعيه المرشدات، الاربع جمعيات اللي في مصر كلهم موجودين عندنا في القريه. فطبعا يعتبر القريه رقم 1 على مستوى افريقيا، لسه ما عملناش الاحصاء، ما وصلش للعالم كله يعني، سنه واحد بتبني الموضوع ده ووصلنا للاحصاء ده على مستوى افريقيا، هي القريه رقم 1. قائد احمد محمد عبد الجواد، قائد مساعد قائد مجموعه السلام الكشفيه الارشاديه، مركز شباب تزمنت الشرقيه. النشاط الفرقه كلها زي ما حضرتك شفت كده هي فرقه مرشدات، طبعا في الفرقه بتاع الكشافه دي مسمى بتاعها كشافه، البنات المسمى بتاعهم مرشدات. حركه المرشدات دي طبعا دخلت مصر من اكتر من حوالي 50 سنه، طبعا بتميز نفس الحاجه اللي هي بتنتمي لها حركه الكشافه بصفة عامة يعني، بس ان هي حركة للمرشدات لها قانون وليها مبادئ، لها تقاليد معينة، بس نفس التقاليد الكشفية موجودة هي
بس طبعا بتختلف التقاليد، اسمها التقاليد الارشاديه. بس بتتطلب سن معين كده؟ هي مرحله المرشدات مرحله اعدادي، في مرشدات متقدمات دي مرحله ثانوي عام، مرحله الجوالات دي مرحله الجامعه، في مرحله الزهرات دي ابتدائي بقى. دول الاربع مراحل اللي بتندرج لهم حركه المرشدات. بعد كده بقى بتبدا بقى بعد ما تخلص جامعه تبدا حركه المرشدات ايه في التاهيل القيادي، تحضر دراسه اسمها دراسه مساعد قائده وحده ارشاديه، بعد كده تخش على قائده وحده ارشاديه وتبدا تيلي، وتبدا طبعا ان هي تاهل نفسها. يبقى هي اللي كانت بتاخده كل الفتره اللي فاتت دي كلها في حركه المرشدات تبدا هي تطبقه على فرقه تاني بنات زهرات ومرشدات، اللي هي كانت خدته بتطبقه تاني عليها من تقاليد ارشاديه وكده. الهدف الاساسي من حركه المرشدات هي حركه المرشدات بتهدف الى اعداد مواطنه صالحه قادره على بذل العمل والعطاء لرفع بلدها ورفع شانها مصر. خلاص الحاجه الاساسيه اللي ان انا بعلم ازاي البنات دول يكون عندهم حاجتين مهمين قوي، تحمل المسؤوليه والاعتماد على النفس. وصلت لحاجتين دول يبقى انا كده عرفت ان انا عديت مواطنه صالحه قادره ان هي تنتج في المجتمع اللي هي فيه تحت اي ظرف من الظروف. يعني لو قلت مثلا على بنت من البنات دول قومي بتنظيم رحله مثلا لوحديك، هتقوم عارفه الشركات فين وعارفه ده فين، عملت معسكر اعمل معسكر لوحديك تقدر تعمله كده. فانا لو وصلت حته الاعتماد على النفس ده بتعمله في الحاجه الصعبه، يا بالك بقى لما ترعى اسره بعد كده وترعى اولاد والكلام ده كله، فطبعا هتبقى ايه؟ هتبقى حاجه كويسه جدا. فدي الهدف الاساسي بتاع حركه المرشدات اللي هي من فتره طبعا اسسها اللورد ستيف بادن باول سنه 1907. طبعا ده لورد انجليزي. طبعا لما اتاسست الحركه دي انشقت من حركه الايه المرشدات، استنبط منها حركه المرشدات، فطبعا رعيتها اخته في حركه المرشدات تبنتها على مستوى الايه على مستوى العالم. بس ممكن. ماشي شكرا.